يقول بعض الناس ينكر قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأن ذلك فيه إثبات لقول الكفار إن يتبعون إلا رجلا مسحورا، يقول ما الجواب عن ذلك؟ هذا كلام المعتزلة، هذا كلام المعتزلة، هذه عقيدتهم. أما أهل السنة فيثبتون ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول بشر يعتريه المرض، وهذا نوع من المرض، نوع من المرض، فولا ينافي ولا ينافي أنه معصوم وأنه رسول الله، معصوم من جهة الرسالة، أما أنه معصوم من جهة المرض لا، يصيبه المرض، يصيبه الجوع، يصيبه التعب، يصيبه الجراحة عليه الصلاة والسلام، لا هو بشر، هذا من جملة ما يصيب البشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول المشركون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، يعني مسحورا في كلامه، وهذا كلام مسحور، القرآن يقولون كلام مسحور، كلام مجنون، يقولون كذا. أما أنه يصيبه في بدنه عليه الصلاة والسلام ما يصيب البشر فهذا شيء واقع، يصيبه عليه الصلاة والسلام ما يصيب البشر من الأمراض، من الحزن، من الهموم وغير ذلك والمضايقات، هذا يصيبه عليه الصلاة والسلام، لكن هو معصوم من جهة الوحي وما يبلغ عن الله عز وجل. نعم.